مصير أسعار الذهب بعد قرار الإعفاء الجمركي. من وجهة نظري دي محاولة لزيادة المعروض من الذهب داخل السوق المحلي عشان تعمل توازن ما بين العرض والطلب، وبالبلدي كده تعمل توازن ما بين السعر الرسمي والسعر اللي موجود في الضلمة، وكمان يتم الحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب النص مشغول والمشغولة. طب هل هتأثر الحركة دي على أسعار الذهب؟ ده بيتوقف على الكمية اللي هتدخل وكمان حجم التفاعل اللي هيتم. لو الكمية اللي هتدخل مصر كبيرة والتفاعل عليها زاد يبقى السعر هينخفض، لو الكمية اللي هتدخل قليلة والتفاعل ضعيف يبقى مفيش جديد عن الوضع الحالي، لأن في بداية كلامي قلت دي محاولة من وجهة نظري. طب نسبة الإعفاء هنا 10% جمارك، دي كده مع السلامة لمدة 6 شهور وياخد منك 14% ضريبة القيمة المضافة. طب الإعفاء هيشمل إيه؟ هيشمل مجوهرات والذهب نص المشغول والحلي وأشكال الذهب المعدة لتداول النقدي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة وحتى المكسوة بقشرة من المعادن الثمينة التانية. الخلاصة لو تم التفاعل بدخول كميات كبيرة من الذهب السعر هينخفض وهيؤثر سلباً على السوق